نحن دايماً منحاول أنه نسعى لإيصال هذه الرسالة لأكبر عدد من عائلات المفقودين يلي ممكن دايماً هن اللي يكملوا الطريق، هن اللي يبلغوا عن يعني المفقودين والمفقودات اللي عندهم. مثل ما دايماً بنذكر باللجنة الدولية أنه العائلات هن أصحاب الحق بهيدي القضية. طبعا نحن هون منا بمكان نجي نقول المناصرة الفردية أفضل أو المناصرة المؤسساتية أفضل. نحن علينا نقول أنه في طرق مختلفة لإيصال الصوت، وبطبيعة الحال العائلات عندها الحق أنها تكون عم بتوصل صوتها بالطريقة اللي بتلاقيها مناسبة. حملات المناصرة حتى ولو كانت فردية فهي مفيدة، نقدر انه نوصل صوتنا للمجتمع الدولي، نصل معاناة المعتقلين اللي جوا مفقوديننا، كيف عم يعيشوا نهارهم، كيف عم يعيشوا يومهم، هذا لازم كل المجتمع يعرفه. فهن اكيد بيعرفوا وهن مغمضين عيونهم عن هاي الحقيقة، بس نحن ما لازم نسكت، نحن لازم نحكي ونوصل صوتنا لكل صناع القرار.